اهلا بيكم فيديو جديد من برنامج 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين، والنهارده هيبقى اول فيديو في سلسله جديده اسمها ازاي تقول. يلا بينا. في السلسله دي هنتكلم عن شويه مصطلحات احنا كمصريين ما بنبقاش عارفين نقولها ازاي بالانجلش، فهنترجم المصطلحات اللي بالعربي دي ونشوف بتتقال ازاي بالانجلش. في اول فيديو النهارده هنتكلم عن الفليرتيشن او المعاكسه، ازاي تعاكس. بس طبعا انا مقصودش خالص انك تقول الكلام دوت لحد ما تعرفوش، الكلام ده تقوله لخطيبتك او مراتك بس، انا مش مسؤول عن اي حد يعاكس في الشارع. اوكي، طيب لما بتيجي تكلم خطيبتك او مراتك وتيجي تقول لها ايه ده، هو ايه القمر دوت، ايه الحلاوه دي، العسل ده بيجي منين، عارف انت الحاجات اللي بنقولها دي، في نظير ليها برضو بالانجليش ممكن نقوله. والنهارده جايب لك اربع جمل تقدر تقولهم لمراتك او خطيبتك لما تحب تغزلها. اول جمله معانا لما تكون عايز تقول لها ايه الملاك اللي قدامي ده، انت ملاك ولا انسان، انت مش طبيعيه، انت جايه من الجنه، انت فظيعه. دي بقى لما تيجي تقولها بالانجليش ليها جمله موجوده وكل حاجه، بس خلي بالك من اقفل عينك كده شويه ووطي طبقه صوتك حبه، ولما تيجي تقولها ابتسم ابتسامه جميله كده بس مش اوفر، وقول لها كده بحنيه كده ايه did it hurt when you fell from heaven. ترجمتها الحرفيه هي هل الوقوع من الجنه مؤلم. طبعا هو يقصد ايه، انك جايه من الجنه وانك مش اي حد وكده يعني. فيبقى did it hurt when you fell from heaven. تاني جملة دي بقى كرياتيف جدا، دي بقى تقول لها ايه، Are you a camera? Because every time I look at you I smile. يعني لو بصي انت كاميرا، اصل انا كل ما ببص لك بضحك من نفسي كده، فاللو ايه بقى اوكي ماشي حلوة. يبقى Are you a camera? Because every time I look at you I smile. تاني جملتين بقى هما بصراحة ما ينفعش يتقالوا قوي يعني لخطيبتك لانك اوريدي خلاص عرفتها. هي ايه اول جملة فيهم، Do you believe in love at first sight or should I walk by again. تاني Do you believe in love at first sight or should I walk by again. يعني ايه، بيقول لها انت بتؤمني بالحب من اول نظرة ولا افوت عليكي تاني. معناها ايه افوت عليكي تاني دي، يعني لو هي مش بتؤمن بالحب من اول نظره اعدي عليكي تاني فتشوفيني تاني نظره، تبقى تالت نظره كده يعني بظريف يعني كده. رابع جمله دي ما بنقولها لما تكون عايز تاخد رقمها، فدي هتقول لها ايه، I lost my number can I have yours. ظريف جدا، بصي انا رقمي ضاع ممكن تديني رقمك عشان رقمي ضاع، يعني انت منطقيه جدا، لو انت نيتك غلط فدي مش مشكلتي. وبكده نكون انتهينا من الاربع جمل بتوع النهارده، واقوله لك تاني بسرعه. اول جمله هي did it hurt when you fell from the heaven. تاني جمله are you a camera because every time I look at you I smile. تالت جمله do you believe in love at first sight or should I walk by again. رابع جمله I lost my number. Can I have yours? وبكده تكون عرفت الأربع جمل اللي هتستخدمهم عشان تغازل في خطيبتك أو مراتك بس. ويا ريت بقى تقول لي رأيك في السلسلة ديت والفيديو دوت، لو حابب السلسلة دي إن احنا نكمل فيها قول لي في الكومنتس علشان نزود منها أكثر. وفي النهاية حابب أقول لك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوز الجاية، وشير علشان أكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.